طلابي طالباتي يعطيكم العافية. بعد انتهاء امتحان التجريبي حان الوقت لهذا الكلام. حبيت أبلش بهذه المقولة لأنه بعرف قديش في كثير طلاب بهاي الفترة عم بيعيشوا مرحلة ضياع ولسه مش قادرين يطلعوا منها، مع أنه إحنا الغريب في خواتيم العام ويجب أن تخرج من هذه الدائرة التي تدور بها. المقولة اللي عجبتني جدا وحبيت أبلش فيها اليوم الفيديو: حتى تصل إلى وجهة معينة أنت ترغب بالوصول إليها يجب أن تملك شجاعة كافية أن تضيع أولا. شو؟ يعني أول إشي لازم أضيع ولازم أروح يمين ويسار، بعديها بوصل للوجهة اللي ببحث عنها. فلذلك عشان تعرف الدليل، دائما إحنا في عندنا مثل شعبي بنحكي: اللي ما بغلط مستحيل يتعلم، ولازم تتعلم من كيسك. شو لازم تتعلم من كيسك؟ يعني لازم أنت تخوض تجربتك الذاتية النفسية. طيب، خمس أخطاء دائما طلاب التوجيه بهاي الفترة بعد امتحانات التجريبي بغلطوا وبوقعوا فيها، حابب أحكي عنها وأناقشكم فيها في فيديو قصير، وإن شاء الله يكون له كل الأثر في الأيام القادمة لطلاب الغاليين جيل 2006 اللي بحبهم جدا. أول شيء، دائما الإنسان في لحظة ما يتذكر أنه لازم يعتمد على نفسه ويعتمد على معلميه ويعتمد على والده ووالدته ويعتمد على الأسباب المادية التي أتيحت أمامه، ولكن ينسى انه هاي الروح اللي ربنا وهبنا اياها هي بالدرجة الاولى تحتاج الى صلة مع الله عز وجل. دائما في هاي الفترة انت بحاجة غير مجهودك اللي قاعد بتجتهده وبتتعبه وبتحط كل امكانياتك، الا وهو علاقتك بالله عز وجل. علاقتك بالله عز وجل هي خطوة رقم واحد عشان تفتح لك الباب. طب استاذ انا بدي اصلي، بس الناس بتحكي لي انت بتصلي عشان التوجيه، صلي وتردش عليهم، هدول شياطين زي شيطان الجن اللي بيجي بوسوس لك بهاي المعلومة. صلي وربنا اللي بيثبت. اوصل للغايات تبحث عنها، دائما ابتهج واطرح كل ما ربنا اتاك في نفسك واطلع ربنا عليه، والله العظيم ربنا بيفرح بدعوة العبد. فذلك كل حاجاتك حطها عند الله عز وجل. بعد دعوتك لله عز وجل وعلاقتك الطيبة بربنا، وعمرك ما تخلي إلا يكون في صلة بينك وبين الله عز وجل، توسل لله عز وجل بقربك من والدك ووالدتك، هم مفاتيح الجنة والبر إلهم هو كل شيء، فما بالك أنه تكون معهم ودعواتهم موجهة إليك. فلذلك دائما احرص أن تكون رضي والد ووالدة. الله يخليكم أبهاتكم وأمهاتكم ويرحم المتوفين منهم. المشكلة الثانية اللي للآن الناس بتعاني منها: أستاذ محمد أنا متراكم علي مواد كثير، متراكم عندي 1 و2 و3 و4. في هاي المرحلة ما راح أنصحك إلا نصيحة واحدة وهي من قلب شخص محب لكم. الآن بنصحك، الآن دور في هاي الفترة في بعض المواد. يا جماعة أنا صادق ومنطقي، بزبط فيها المكثف. في مواد بيزبط. أستاذ الآن ما في مجال أنا أجي أرجع على كل المصادر، بس مواد تانية لو أنا بس مكسور بمادة ممكن أرجع أروح على مصدرها الأساسي. بس اليوم إحنا شهر وأقل على أول امتحان وزاري، في مادة التربية الإسلامية عندي مشكلة فيها بجيب مكثف وبحل المشكلة فيها، وراح أجي أقول لك حجيب مكثف أستاذ سامر ضرار عشان تكون مرتاح. عندي مشكلة الحاسوب بتنحل بمشكلة بمكثف، سوري الإنجليزي بنحل بمكثف، في كثير مواد تنحل بمكثفات. فلذلك الآن الموضوع عندك مش عند أي حدا تاني، والمادة اللي ما بتقدر تحلها بمكثف قسمها على مدار الشهر لو كل يوم ساعتين ثلاث بحيث تحل مشكلتها. ولكن اليوم مطلوب منك انك تواجه المشكلة، بزبطش تهرب منها. الهروب منها ما هو الا تضيع للوقت بزيادة. فلذلك انتقي مصادرك. من المكرر مكثف لما يكون مدروس متعوب بطريقة صحيحة بإذن الله عز وجل، لو ما جاب لك اللي بدك اياه بشكل كامل نجحك وخلصك من المادة. لكثير طلاب ضعاف وسط وهذا بحد ذاته انجاز. رقم 3، مشكلة الطالب اللي بيجي بيقول لك أنا بحضر الحصة وبفهم بس أنا بعرفش أحل. دايما أنا بحكي للطلاب الخبرة ما رح تجيك من خلال شرح محمد مشعل ولا سين ولا صاد ولا عين. أنا فاهم المادة والأستاذ الثاني فاهم المادة والأستاذ الثالث حافظ المادة، كلنا هدفنا أنه نفهمك. أنت عشان تقدر تتجاوز موضوع أنه أنا لازم أقدر أحل، دائما الخبرة بتيجي من خلال الخطأ في الحل. كل ما حليت أكثر، كل ما صرت تعرف أين تقع أخطائك وأن تقوي هذه الأخطاء وأنك تحلها بشكل كامل. فلذلك نصيحتي لكم جميعا، اوعك تضيع هاي الأيام وانت بتحضر شروحات وفيديوهات. الآن مش وقت الفيديوهات. أنا على مستوى أنا بشرح بالمكثف بكون أحكي للطالب وقف الفيديو وحل بإيدك الآن، وهذا الحكي الآن حق إلك. ودائما بحكي للطلاب اوعك تروح على الوزاري، أضعف الإيمان.
آخر دورتين وزاريات اللي مضوا تكميلي والدورة القبلية لازم تكون حالهم. ليش؟ عشان تدخل وتكون تكيفت على نمط الامتحان. فلذلك الخبرة لا تأتي من خلال الشرح، الخبرة تأتي من خلال الخطأ في الحل. كل ما غلطت أكثر كل ما تعلمت أكثر. دائما نحكي للطلاب فكرة الامتحان هي بالنهاية إيش؟ هي تصفيه الطلاب. في بدنا أوائل المملكة، في ناس بالتسعين، في ناس بالثمانين، في ناس بالسبعين. ولا لو كل الناس بدهم يجيب نفس المعدلات كان كلهم راحوا نفس التخصص. طب شو اللي بيخلي الناس تتميز عن بعض؟ في طالب حل 1000 سؤال خلال السنة، وفي طالب حل 100 سؤال، الاثنين فاهمين بس هذا ما صار عنده مهارات الحل، وين بيشتغل بالطرق الأسرع اللي بتستثمر وقته في الامتحان. هذاك لسه يا حرام لسه زي اللي بتعلم سباحة جديد. كل ما كثرت حل كل ما وصلت للإشي اللي بدك إياه. النقطة الرابعة دائما بنحكي، نصيحتي لكم، كثير طلاب بغلطوا غلط يعني فاضح في هذه الفترة، ألا وهو تعداد المصادر والأسئلة المتوقعة من سين وصاد وعين. دائما الأستاذ اللي بلشت معه كمل معه، أهم شيء يكون مصدر ثقتك، أهم شيء تكون واثق فيه، آمن إنه شخص بخاف ربنا فيك. إذا حققت هاي الأشياء تذكر إنه ضل مستمر معه، لا تروح لا يمين ولا يسار. اليوم بنعيد وبنكرر، المعلمين موجودين بكثرة في كل مكان، موجودين الشروحات كثيرة. دائما خلص انت اعتمدت مصدر، استمر معه حتى النهاية. تمام. في النقطة الخامسة ألا وهي الأخيرة، دائما بنحكي عشان في يوم من الأيام ما تلوم حالك، حط كل الطاقة اللي ربنا وهبك إياها، كل مجهودك سخره في خدمة هذا الشهر. قلل نومك، زيد ساعات دراستك، ابعد عن الناس هالشهر، وادخل على الامتحانات بقلب قوي وبقلب صادق لله عز وجل، ودائما انويها لله عز وجل. يا جماعة أهل غزة لم يثبتوا بعد 7 أشهر من الآن، والله لولا أنهم مع الله الإشي اللي قاعد بصير فيهم بيجنن، بيودي على محانات المجانين ومستشفيات المجانين. ولكن لما تشوف الصبر والقوة اللي ربنا أعطاهم إياهم، والله لولا أنهم مع الله لم يصلوا إلى هذه المرحلة. فلذلك أنا بحط كل مجهودي، باقي الأمر لله عز وجل. سخر لي أجيب 90 كويس، سخر لي أجيب 80 كويس، بالنهاية أنا أكون راضي عن اللي قدمته. ومن ثم الأسباب هي، ومن ثم مسبب الأسباب بيختار لك الخير إليك اللي راح يكون إليك إن شاء الله. بحبكم جدا، وزي ما بلشنا بهذه المقولة الجميلة راح أرجع أختم فيها. حتى تصل إلى وجهة معينة يجب أن تملك شجاعة أن تضيع أولا. يعطيكم العافية.